عفارب عليك يا سناري. أنا دلوقتي اطمنت، بتنشم في الليل زي النهار. اطمن يا اخوي اطمن، والطلقة الجاية حتكون في قلب همام وسط الزفة. اوعى حد يشوفك يا ود ابوي، ولا حتى من عيلتنا، احسن نروح كلنا في 60 داهية. ما تخافش يا اخوي، انا عامل حسابي زين، وحطخه واندس وسط عيلته ولا حد هيحس بيا. وبعديها تسيب سلاحك ده وتحط جاره العباية دي. ايه دي؟ العباية دي مش غريبة علي، مش دي عباية ناجي اخو حسان؟ كيف اتحصلت عليها انت؟ مالكش صالح، انا مدبر للحكاية دي زين، خصوصا بعد البندرية ما عرفوا ان ناجي قال انه ملزم بطار بنت اخوه من همام. حلو قوي 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 يا اخوي، وبجده البندرية تقوم على الحوايطة وتولع ونخلص من الاتنين في وقت واحد. باه 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 باه، قول لي يا سناري، من متى ابتديت تفهم؟ من امبارح العصر. ليه؟